بيروت ما هيك؟ ذكرتيني بحالة محلولة، خليني أحجز لك an extra seat. Hi and welcome to Hadeer. Hadeer هي موبيليتي سيرفيس جديدة هدفها تأمن أحلى إكسبيرينس لليوزر على الباص. أول ما تطلعي على الباص دغري بتحسي بالفرق. فيك تلقطي واي فاي which is free by the way لتكملي شغلك أو تحضري أبيزود مبارح أو اللي بدك إياه. وأكيد في عنا AC ما رح تشوبي بقى. كيف بتلاقوا هدير باص؟ Very easy. بتفتحوا الاب، بتكتبوا your destination، بتنقوا your باص حسب وقتكم، وبتحجزوا كم سيت بدكم. الاب بتعطيكم كل الانفو اللي عايزينها لتوصلوا على الديستنيشن، يعني بتفرجيكم الراوت تبع الباص، الميتينج بوينت تبعكم، كيف توصلوا عليها، وقد ايه بدكم وقت. هدير ما بتملك ولا باص. We partner with bus companies و bus owners اللي بيسجلوا الباصز على البلاتفورم تبعنا، and then we revenue share the tickets sold. Hadeer بتجهز الباص من ناحية التكنولوجي and it makes sure the bus is up to standard. And the bus owner gets access to the bus activity على الداشبورد. So far, بالبايلوت فيز, Hadeer صار عنده أكثر من 100 registered user و 30% منهم بيحجزوا tickets on a weekly basis. وهيدي بعدنا بأول الطريق into the $35 million Lebanese market يلي هي عندها a bigger untapped potential لأنه العالم بعدهم بيتكلوا على سياراتهم. بلبنان, Hadeer هي unique بالسيرفيس تبعها. الكومبيتيتورز تبعنا هن الباصز العاديه اللي اكثريتهم منن سيف ومنن ريلايبل او اوبر يلي هو اكسبنسيف فور ديلي يوز. بالمينا ريجن الدايركت كومبيتيتور تبعنا هو سويفل يلي بنعتبره اور بروف اوف كونسبت اند اور بوتنشال اكوايرر سينس ذي ريزد $80 مليون سو فار. هدفنا نوسع الاوبريشنز تبعنا على ديفلوبينج كونتريز اللي بيستفيدوا من الببليك ترانسبورتيشن بينج ديجيتايزد. For now, بلبنان, we are expanding and optimizing our operations. Driving this expansion is our team of Anthony Seba, our CTO, Butrus Karam, our CFO, and myself, Elio Haddad, as CEO. We are asking for $200,000, وبارت كبيرة منهم رح تنصرف على marketing and further enhancing our platform. So شو هي هدير؟ هدير is not just an app. هدير is a community in motion.